اطلق وزير العمل حسن شحاتة الدليل الارشادي لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المراعي للمساواة بين الجنسين والاستقلال العادل، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة. وكشف وزير العمل بأن هذا الدليل الإرشادي يعكس دعم الحكومة للمرأة المصرية باعتبارها شريكا أساسيا في النهوض بالاقتصاد من خلال عدد من المبادرات تستهدف تمكينها اقتصاديا ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. نتابع. في احتفاليات كبرى اطلق وزير العمل الدليل الاسترشادي لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. الدليل الاسترشادي يستهدف تقديم حزمة من المعايير الدولية للعمل تساهم في زيادة الانتاج وتحقيق رؤية مصر 2030. العنصر النسائي متواجد في المجتمع بشكل ملحوظ قوي وماسك مناصب قيادية في كل الاماكن الحكومية. يمكن على سبيل المثال احنا قلنا الكلام ده النهارده على مثال انا كوزير العمل، احنا عندنا يمكن العنصر النسائي في المراكز القياديه موجود بشكل غير طبيعي، والدوله كلها يمكن اولويات سياده فخامه الرئيس بدعم المراه المصريه في 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 في, في, في سوق العمل، وده واضح قوي. ويؤكد مسؤول المؤامرات الدوليه والمصريه ان الدليل الاستشاري له اهميه كبرى في توفير بيئه عمل لائقه للمراه وتقديم برامج توعوية وإرشادية لأصحاب العمل لمواجهة العنف والتحرش ضد المرأة في العمل. هذا الدليل مهم للغاية لأنه يساعد المفتشين في مواجهة العنف ومنع التحرش، ويقدم الأدوات التي يستطيع أن يستخدمها المفتشين في مواجهة العنف والتحرش. ونحن نتعاون مع المجلس القومي للمرأة، النقابات العمالية، وزارة العمل والجهات المختلفة لتيسير وصول المرأة إلى سوق العمل، وكذلك المساعدة في بناء مهاراتها وإمكانياتها بالإضافة إلى خلق فرص لها لريادة الأعمال. فنحن نركز على ريادة الأعمال وتمكين المرأة. النوع ده من الدلائل بيخلي إنه ممكن نقدر إن إحنا نوعي سيدات أكتر بحقوقهم القانونية وحقوقهم العمالية، إزاي إن هم يقدروا يشتغلوا في بيئة آمنة، يقدروا إن هم يتم دعمهم للاستمرار في العمل من خلال الخدمات المختلفة للمجلس القومي للمرأة ومكتب شكاوي المرأة، انه ممكن تقدر انها توصل للمجلس من خلال 15115 طول ايام الاسبوع، تقدر ان هي تتواصل معنا وتاخد استشارة قانونية لو هي بتتعرض لاي شكل من اشكال العنف او التحرش او التمييز في داخل المؤسسة اللي بتشتغل فيها. جهود حثيثة وتعاون جاد ومثمر بين وزارة العمل والشركاء الدوليين في المناظرات الدولية لتنفيذ توجيهات القوى السياسية لتمكين المرأة ليس فقط على المستوى الاقتصادي والسياسي بل أيضا على مستوى العمل بما يليق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.